نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مذكرة تندد بالأساليب التي ينتهجها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI خلال عمله، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عنها. وقد أعد الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات ديفن ميونز المذكرة استنادا إلى معلومات سرية عن تنصت قامت به الشرطة الفيدرالية على عضو في فريق ترامب في 2016.